هنا الاخوان جبنا هاد الكوات ديال الحديد كما بعض التعليقات ديال الاصدقاء، تحياتي لهم، بغاو يعرفوا هاد الكواد هادو كيفاش يتخدموا. هما هادو الاخوان الكواد والجعب، هما هادو بالنسبه للجعب الاخوان باش خدام انا الجعب ديال 40، وهاد الكواد هادو كنت خديت الجعبه ديال 50 وصوبنا عليها، وهم السدور هو اللي تيصوب هاد الكواد. ديك الساعه تاخد انت الفوسيكير اللي عجبك تتركبو هكا و تيدخل هكا تبدا يركب. وتحياتي لكم. بالنسبه لهذه اللي فيها ثلاثه، هذه ديال القنت، هذه كتكون ديال القنات، تكون بحال هكا هكا تكون هكا تتركب باش هذه التحتانيه هذه تتهبط للتحت، هذه تطلع للفوق، وهذه تتمشي نيشان، هذه تكون في الجنب هكا، وهذه اللي فيها ثلاثه تكون في الوسط هكا تكون، هذه تتلاقى مع هذه هكا، هذه تتهبط للارض، هذه عاوتاني تتمشي للجنب الاخر، تيكون على شكل دار ديال الحمار. تحياتي لكم الاخوان. مازال ان شاء الله غادي نشارك معكم فاش غادي نصوبوه. هذه تتكون ثلاثة هكا، تتكون في الوسط، تتكون على الوسط هادو، والله يسخر. بالنسبه للناس قال لك الثمن وهذا، دابا هذا صوبته انا قديم، عندي هذا الحديد هذا قدام، كاين دابا راه غلا الحديد. هذه يمكن الجعبه ديال 50، بعدا قالوا لي شي 190 درهم دايره الجعبه فيها 6 متر. وبالنسبه لهادو ديال 40 تكون ناقصه بواحد 20 درهم ولا 30 درهم عليهم، اللهم يسر. اخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم، اخوكم راعي الغنم بالاطلس المتوسط يحييكم من نواحي ازرو السب عملت اقليم افران. وتبارك الله عليكم، هنا كما تشوفوا معنا ضروري خصنا نزيرو دوك البولونات باش ما يتنصلوش دوك الجعاب، هذوك البولونات تيكونوا لاصقين في دوك ليكود هادو ديال لوست، هادو ليكود هنا ديال لوست كما تشوفوا رابطين فوسيكير باش تلوح ليه الميكا، وهادي حتى لا طاح الثلج ولا الشتا ما تيكونش ما يشدش فيه، دغيا دغيا يطيح. ومن الاخوان جانا عالي شويه تنحفروا ليه باش يطيحوا رجلين في الارض. وتحياتي لكم، ونتمنى يعجبكم فلوك.